حضرتك اشتغلت مع كبار المخرجين اللي هم يعتبروا اباء مؤسسين يعني للسينما. أيوة وكانوا اساتذتك. مظبوط. واشتغلت مع اجيال كتيره جدا. اشتغلت مع كل جيل اشتغلت تقريبا مع اشتغلت مع اللي قبلي. استاذ بركات. استاذ حسام الدين مصطفى. استاذ احمد فؤاد. اشتغلت مع بركات افلام ايه؟ اول فيلم عملته كان فيلم كوميدي اسمه الشعبان تحت الصفر عادل امام. هو ده كان اخراج بركات؟ ايوه. يا خبر. ما هو اصل مش شخصيته السينمائيه. احنا افلام بركات مع ست فاتن حمامه. أيوة. دعاء الكروان. الباب المفتوح. الحاجات دي. ايه ده؟ أيوة. خبر. ايوه. فطبعا انا لما طلبني الاستاذ بركات انا كنت شاب جديد يعني. انا اتخضيت بصراحه. طبعا. انا كنت بشوف افلامهم وانا بلبس الشورت. فرحت له وادالي السيناريو. انا متعود مع المخرجين جيلي نتناقش في السيناريو. فمش عارف اكلمه ازاي يعني اقول له ايه. وفيلم كوميدي وعادل امام يعني. فروحنا اول يوم تصوير اقول له استاذ بركات تعال اشوف الكادر. قال لي لا 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 دي شغلتك. سكت. انا اطلع. انا كنت شاب بقى بتنطط بقى اطلع اشوف لمبه اعمل مش عارف ايه بتاع. فقال لي تعالى تعالى بلبل. قلت له ايه بلبل؟ انا بقول. قال لي بلبل انت عمال تتنطط كتير. انا ماليش دعوه بالتصوير ده شغلك. فهو انا اتعلمت منه حاجه عظيمه. عارف كويس قوي هو بيعمل ايه. فيلم خفيف. فيلم كوميدي. فيلم كوميدي تجاري يعني. هو عارف مش هيدخل. لا ما كانش تجاري بالمفهوم ده. كان بيتكلم على مرحله في زماننا بتاعت الانفتاح. بعد كده بقى جت مدرسة الواقعية الجديدة وبقى في عندنا مخرجين عظام منهم طبعا محمد خان صديق عمرك. اشتغلت بقى مع الجيل ده افلام كتير منها بيختاروا على انهم من اهم 100 فيلم سينمائي اتعمل في مصر. انا هقول لك هو في حاجة اساسية حصلت. انا اصلا اتربيت لما اتخرجت. طبعا انا لما اتخرجت كنا احنا في مرحلة صعبة شوية النكسة. فأنا كنت بشتغل أفلام تسجيلية كتير قوي وتعينت للمركز القومي للسينما. أنا الروائي أخدني من الروائي. أفلام الروائي أخدتني من التسجيلية. فأنا متعود على الشغل التسجيلي. أني أمسك الكاميرا بإيدي وأتحرك وكده بس من غير ممثلين. يعني لما جه محمد خان وهنعمل ضرب الشمس في ممثلة رفضت انها تمثل الفيلم. بس مش هقول الممثلة. طب ليه خلاص. هقولك ليه. مش متعودين ان يمثلوا في الشارع. الشارع ده يبقى في الاستوديو. لما الفيلم اتعمل. الفيلم اتعمل. عمل هو مش عشان هتصورنا في الشارع. لا. هو فتح طريق للجيل الجديد المخرجين الجداد ان يعملوا موضوعات اجتماعية. تتصور في الاماكن الحقيقية. مرة تانية لازم الناس تعرف التدرج التاريخي في كل شغلانة. دلوقتي مع جيل بيصور بالموبايل وبيعمل أفلام كاملة ب5D أو بكاميرا موبايل وبياخد جوائز. هو مش مدرك أنه في وقت من الأوقات كان مجرد أنه الكاميرا السينمائية تصور في الشارع ده في حد ذاته كان إنجاز. وما كانش أي حد يقدر يعمل ده. إنه يظبط حركة الكاميرا. إنه يبقى في وسط الناس والزحام. ساعتها ده كان انقلاب في العمل السينمائي. أنا بس عشان الناس ما تستبسطش الكلام اللي بيتقال دلوقتي بعد سنوات. ساعتها ده كان انقلاب حقيقي في السينما. أنا أسفة للمقاطعة. لا لا أنا حضيف لدي نقطة أساسية. التصوير في زماننا كان لازم أحط عيني في الكاميرا. في حاجة اسمها اللوب. الكاميرا أحط عيني في الكاميرا بتاع اللي هي الكاوتشة دي. الكاوتشة. أنا أسفة. ده اللي أنا بشوف الصورة من خلال الكاميرا. وتفضل لازم عيني تفضل موجودة جوه ده عشان إذا عيني راحت هيخش ضوء. لأن النظام حاجة اسمها ريفليكس. فلازم عيني تبقى ملزوقة. فانا ربنا دي حاجه بتاعت ربنا ادالي الهام ان افتح عيني دي اشوف ايه اللي حواليا بسرعه. لا 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 معلش يعني انتوا كنت بتصوروا في الشارع وانت لازم تبقى عينك ملزوقه في. انا فاكره ماسك الكاميرا كده. لا يا فندم ده الحديث. ده يعني ده كان حاجه بعد ده كده. ديجيتال. ده الديجيتال.
الديجيتال بيشوف من المنيتور. لا انا كنت فاكره ان انتوا بتبصوا وتشوف الكادر مظبوط ولا لا، او خلاص بقى وتتكل على الله. لا 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 لا، ولو شلت عينك من الكاميرا الكادر يبوظ، الكادر يبوظ، يخش الشريط يبوظ. ايوه ايوه. فانت تخيلي يعني انت كل الافلام يا استاذ سعيد اللي انت عملتها في الشوارع دي كنت لازم. ايوه ما عدا الديجيتال. لا لا انا بتكلم في في الوقت ده، مش انا بس، كل المصورين. ايوه والمترو وتجروا في المحطات وانت لازق عينك في كل حاجه يا فندم، كل حاجه.